الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أشرفوا على التوقيع على اتفاقية إطار تهم تأهيل البنية التحتية لكرة القدم خلال على امتداد 3 سنوات. خالد الراغوت. تهم هذه الاتفاقية تأهيل البنية التحتية الخاصة برياضة كرة القدم خلال فترة ممتدة من هذه السنة إلى غاية سنة 2016. وأبرز رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع في معرض كلمته الخطوط العريضة لهذا البرنامج، والذي يشمل بناء 4 أكاديميات جهوية للتكوين وتأهيل المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، بناء وتجهيز 11 مركزا لتكوين اللاعبين، إحداث 11 مقرا للعصابة الجهوية مع تجهيزها بملاعب التدريب، تجهيز وتكسية 90 ملعبا لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، تجهيز 4 ملاعب بالعشب الطبيعي، وأخيرا تجهيز 11 ملعبا بالإنارة. وتبلغ التكلفة المالية لهذه المشاريع 1,500,000,000 درهم، تساهم فيها كل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أنا ما تنقولش بأن مليار ونص كافية ولا ما كافياش، اللي أساسي هو هذا البرنامج بشكل مضبوط خصو مليار ونص، وقلت بأن العمل يجب أن يستمر، هذه حلقة، هذه بداية، خص يكون عمل دؤوب مستمر إلى بغينا نبنيو المستقبل إن شاء الله. اليوم كنشوفوا بأن فعلا يمكن انطلاقة حقيقية في اتجاه أولا إرساء يعني القواعد ديال اللعبة، باش كنقول القواعد ديال اللعبة يعني المنشآت الرياضية، باش توصل لواحد المستوى اللي ربما غادي كيلائم المعايير الدولية، باش نحسنوا من الأداء ونحسنوا أيضا حتى من صنع يعني اللعبة فوق الرقعة المستطيلة. المشروع بأنه مدروس وغادي يكون تأهيل كرة القدم، يعني كرة القدم من القاعدة، من الهواة، من مراكز التكوين، من العصاب. ما عمره كان العصبة توفر على مقر أو ملعب. وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية أقيم حفل تتويج الفرق الفائزة بلقب البطولة الوطنية في مختلف الأقسام، حيث سلمت لها الكؤوس والميداليات وكذلك الجوائز المالية. وتهم فرق المغرب التطواني الفائز بدرع البطولة الاحترافية لهذا الموسم، وكذلك الوصيف فريق الرجاء البيضاوي. التتويج شمل كذلك الفريقان الصعيدان هذا الموسم للبطولة الاحترافية، وهما الاتحاد الزموري الخميسات وشباب أطلس خنيفرة. كما تم تتويج كل من فريق الوداد الفائز بلقب البطولة في صنف أقل من 17 سنة، وفريق الرجاء البيضاوي في صنف أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. أبقى دائما معك.